اهلا احبائي، لبس عليكم. اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، ونتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن حال وصيام مقبول، وربي يجيب لكم ما تتمنوا ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم هذا العصير، ان شاء الله يعجبكم وتبارطاجوه مع احبابكم صحابكم وتجربوه، لان عصير زوين زوين بزاف وصحي ومنعش، فيها لي كاروت والليم، ان شاء الله يعجبكم. يلا معايا على المقادير. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله في هذا النهار، ونتمنى تفوتوا صيامكم بخير وعلى خير وفي احسن حال يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا ربي، والله يجيبنا في الصواب ان شاء الله. اليوم جيت نحضر معكم واحد العصير يعني منعش ومفيد في نفس الوقت. عندنا لي كاروت قطعتهم مرصويات وغادي نديرهم في الماء يتسلقوا حتى يدخلهم الطياب. هنا عندي جوج ليمات، جوج عصير الليم، وعندي واحدة تشينا واحدة برتقالة، عندي ياوغت ناتور، وعندي واحد لافاني، وعندي السكر على حسب كل واحد وشنو يبغي يدير. هنا غادي ندير لي كاروت يتسلقوا، وهنا غادي نجر هاد الليمات، نجر القشور ديالهم مزيان مزيان، ومن بعد نرجع لكم. البنات بعد ما حكيت الليم جوج ليمات وهذيك واحد البرتقاله حكيتهم، هنا غادي ندير معاهم هذاك السكر نخلطه معاهم مزيان. بحال اللي تحاولوا ديروا هكا باش هذاك السكر فريمون يتخلط مزيان مع القشور. نديرو هذيك لافانيا معاهم اوسي حتى هي تخلط معاهم هكا. هنا البنات غادي نديرو واحد شويه د الماء معاهم ونخليوه يرتاح، نخليوه يرتاح مزيان في هذا الخليط. بحال اللي بغيتو ديروه العشيه وجدوا هاد الطريقه هكا الصباح، بحال هكا الصباح، وفي العشيه تكملوا على العصير ديالكم. هنا البنات بعد ما عصرت جوج ليمات وتشينا خلطتهم، ها هما داروا لي هاد الكاس هكا. هنا البنات بعد ما طابت ليا هاد لي كاروت غادي نديرها وتكون بردت، نديرها في الطحان. البنات بعد ما طحنتو غادي نصفيه هنايا في هاد المصفات باش ما الا كانت شي حاجه ما تجينيش في العصير باينه. هنا البنات جبنا العصير هذاك اللي خليناه، كنت زدت فيه شويه ديال الماء على داك الليم اللي عصرته. هنا غادي نكب هذا الخليط ديالي هنا، لان عندي الغراف صغير ما غاديش نقدر نطحن كل شيء خطره واحده. وغادي نزيد شويه من هذا، ما خلطت نص تاع الخليط تاع الليم مع الخليط ديال لي كاروت، غادي نجي نخب هنايا باش نقدر نخلط الخليط الاخر عاود اللي عندي اللي باقي لي. البنات نجي ندير هذيك الياوغت اللي قلت لكم في الاول، غادي حتى هي نخلطها مع الخليط.
باش يجينا عصير شوية طيب. غادي نخلط هاد الشي ونرجع لكم. البنات بعد ما خلطتو غادي نجي ونخلطه مع داك العصير كامل اللي درت من قبل. هاكم شفتو الكمية شحال كيعطي، كيعطي كمية. شوفوا البنات العصير ديالنا شوفوا كي داير. هو البنات العصير ديالنا وجد هنايا، قدمتو في هاد الكاس كيما هكا ودرت واحد السيترون هكا بوغ ديكوري. مهم يعني واحد العصير كيجي زوين ومنعش يعني وصحي. الكاروت فيها بزاف لي فيتامين واللي معاود صحي للذات. المهم نتمنى يعجبكم هاد العصير اللي وجدتو معكم، ونتمنى تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. وصيام مقبول يتقبل منا جميعا ان شاء الله. ونتلقاكم فيديو اخرى ان شاء الله، وخليتكم على خير وصحه فطوركم. يا الله بسلام عليكم. سلام عليكم.